أكيد فالمباراة اليوم ما كانت سهلة، كانت مباراة صعبة، أهم ما كان فيها هو 3 نقاط. دخلنا بعزيمة وقوة باش نحققوا هدف تقدم، باغتنا الخصم بهدف ضد مجرى اللعب لأننا كنا مستحوذين على المباراة. ما كانش عندنا خيار آخر إلا أننا نضعفوا المجهود ونحقوا نسجلوا أهداف ونحقوا النقاط 3. هذا الشيء اللي تأتى لنا نتيجة جد مهمة، خصوصا من الجانب المعنوي بالنسبة للاعبين. مازال تابعنا عمل كبير، كنلعبوا مباراة بمباراة. كنظن أن اليوم الحضور ديال الجماهير يمكن عطانا واحد الدفعة، كنبغي نقصد الصوت ديال الجماهير. كنشكرهم على المسانده ديالهم ديما لينا، وكنعتذروا على التعثرات اللي تحنا فيها في 2 جولات. وان شاء الله غنزيدوا نشتغلوا ونركزوا في قادم المباريات. وكيف كتعرف باقي تقريبا 27 نقطه ملعوبه في الميدان، فكل شيء باقي ملعوب. خصنا نركزوا كيف قلت لك ونناقشوا مباراه بمباراه ونجمعوا اكبر عدد من النقاط، ومن هنا لاخر الموسم ان شاء الله غنشوفوا شكون هو البطل. اكيد فبعد غياب ديال 8 اشهر تقريبا، وفي ظل الاكراهات ديال غياب بعض اللاعبين، فالطاقم التقني فكان مضطر انه يقحمني طيله 3 مباريات. الحمد لله فهذا الشيء غيساعدني، وبشويه بشويه غنرجع للمستوى ديالي وغناخذ لو ريتم دي ماتش. فنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان مباراه لمباراه نزيد نتحسن ونزيد نشتغل ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نرجع للمستوى ديالي ان شاء الله.